بين شغل ان الناس دي بتتمرن على ضربه ثابته، الفاول اللي كان في الطرف الشمال اللي اتعمل فيه خداع ان هو هيتعمل كروس، واتعملت صلاح هرب من واتعملت على الارض عند قوس ال 18 او قدام قوس ال 18 في المسافه اللي هي ما بين قوس ال 18 ونقطه البينالتي. صلاح قطع على الايام البعيد واتحطت على الارض، لولا ان هو ما نفذهاش كويس خبطت في رجل مصطفى المدافع وطلعت ضربه ركنيه. ايا كان ما جاتش جول، لكن بيعكس لك ان منتخب مصر بدا يتنفذ على تنفيذ خداع في الضربات الثابته، ودي حاجة إيجابية تحسب للراجل. قفلنا باب الضربات الثابتة، نرجع تاني لشغلنا الهجومي في الشوط الأول. عاوز أقارن ما بين الجبهة اليمين والجبهة الشمال، لأن ثلاثي الجبهة الشمال من وجهة نظري تفوقوا على ثلاثي الجبهة اليمين. ثلاثي الجبهة الشمال بتتكلم على أيمن أشرف كباك ليفت، والراجل رقم 8 عبد الله السعيد اللي بيلعب في الشوط الأول في المركز رقم 8 بيميل ناحية الشمال، وعمر مرموش. اما الثلاثه اللي في الطرف اليمين عمر كمال عبد الواحد وصلاح، واللي بيميل معاهم عمرو السوليه. وجهه نظري ثلاثي الطرف الشمال تفوق على ثلاثي الطرف اليمين. وتعالوا نشوف، اولا بتتكلم على كرة ايمن اشرف اللي عمل بيها دريبل ودخل في ال 18 وكان عاوز ياخد منها ضربة جزاء. بتتكلم على الكرة اللي عبد الله السعيد لمسها لعمر مرموش، وعمر مرموش داس عليها وعملها بوش رجله الخارجي لعبد الله، عبد الله استلم وعملها بسن الجزمة في الزاوية البعيدة، والجول كيبر طلعها بصورة رائعة لانها فيها ريفلكس عالي جدا، لان عبد الله طلع بلغة الكورة كده داهية، عملها بسن الجزمة قبل ما الجول يلحق، لكن الجول عمل تراي وكان عنده ريفلكس عالي جدا وطلعها. فاذا انت بتتكلم ان الطرف الشمال النهارده كان موفق جدا وكان فيه ليه فعالية كبيرة جدا على المرمى مقارنة بالطرف اليمين. عمر كمال عبد الواحد تاني شوط شايفه افضل من اول شوط. محمد صلاح غير موفق النهارده زي ما قلت. عمرو السولية تاني شوط احسن من اول شوط، لكن عمرو السولية ضيع اسهل فرصه لمنتخب مصر من وجهه نظري الشخصيه في الشوط الثاني، ومن بعد الكوره دي حسيت ان عمرو السوليه خرج بره الجيم وكانه زعل او اتاثر بتضييعه للفرصه دي اللي اتعملت، وصلاح ريحها له اللي جاي من ورا. وجهه نظري عمرو السوليه حطها فوق، هي ما كانتش محتاجه فوق، هي كانت محتاجه يا اما على شمال الجول على الارض يا اما على يمين الجول على الارض. لكن على اي حال وجهه نظري ثلاثي الطرف الشمال تفوق على ثلاثي الطرف اليمين في الشوط الاول. اشتغلنا كويس جدا في النواحي الهجوميه، والدليل على كده مصطفى بدأ يضيع، مرموش بدأ يضيع، عبد الله السعيد بدأ يضيع. فإذا انت مشيت المباراة زي ما انت عاوز الشوط الأول. في الشوط الثاني أول 10 دقايق سيبنا الكورة لمنتخب السودان، صحيح كانت بدون أي خطورة على مرمى الشناوي، لكن برضو بدون أي مبرر ليه نسيب الكورة لمنتخب، مع احترامي الكبير طبعا لمنتخب السودان، لكن منتخب متواضع، منتخب محدود الإمكانيات. ليه منتخب خسر من نيجيريا وخسر من مصر وتعادل مع غينيا بيساو؟ ليه تعمل كده؟ لان تاني المنتخبات اللي جايه يا جماعه مش هترحمنا، لو سبت لها الكوره في 10 دقائق ممكن تخلص جيم، فالغلطه هتبقى بفوره. ليه نقعد نسيب الكوره ونضغط ونرجع لورا؟ ايه المبرر؟ ايه يعني انا مش شايف سبب. يعني حتى لعيبه السودان مش محترفه في اكبر انديه العالم، زي ما هتقابل مثلا منتخبات زي منتخب السنغال ولا الجزائر ولا اللي احنا داخلين عليهم بقى خلاص. فانا شايف ان مفيش اي مبرر. بعد كده رجعنا وقفنا تاني صح في ارض الملعب، بدانا نعمل هجمات، صحيح ما كانش فيه خطوره قوي نظرا زي ما قلنا ما كانش فيه توفيق لمحمد صلاح، في سواء في قراراته النهارده فيه اكتر من استلام وتسليم، فيه بطء في التمرير. وفي نقطه بصراحه يا جماعه، انا ما لما بتكلم هنا ما بيهمنيش حاجه في الكوره، لما بتكلم في الكوره ما بيهمنيش حد، ولا عاوز بقى اخد صيت عشان ارفع حد ولا انزل حد، ولا بتكلم اللي انا شايفه. في اوقات كتيره جدا، وارجعوا بالتحديد للشوط الثاني، اوقات كتيره جدا قرارات لعيبه منتخب مصر قرارات خاطئه من وجهه نظري وانا قاعد بتفرج، نتيجه ان لعيبه منتخب مصر بتدور على محمد صلاح عشان تدي له الكوره اكتر من مره اتكررت. في مواقف لعيبه تانية فاضيه، عمر كمال عبد الواحد بيبقى فاضي وممكن تتحط له ونبدا نكمل عشان ناخد العرضيه، بتتحط لصلاح اللي متراقب واللي مضغوط عليه واللي مش متوفق. ليه؟ دي حاجات بالنسبه لي مش مفهومه. عمرو السوليه نفس الموضوع، يعني لما بنيجي نرحل الهجمه من الشمال، لما بنجمع التمريره التمريرات في الطرف الشمال ما بين ايمن اشرف ومرموش قبل ما يطلع طبعا، وعبد الله السعيد برضو قبل ما يطلع وزيزو ينزل، لما بنعمل تمريرات وبنبدا نجمع اللعب هنا ونطلع نبدا نروح في الطرف الثاني،
اول واحد ممكن نبص له عمرو السوليه وبعدين عمر كمال عبد الواحد، لكن اللي كان بيحصل في ارض الملعب معظم التمريرات رايحه لمحمد صلاح، وده مش غلط، عفوا وده غلط، لازم، ده مش صح، لازم اشوف مين الانسب اللي انا لازم العب له. طبعا اكيد كلنا عندنا ثقه في محمد صلاح ان قدراته اعلى من اي لعيب كره في مصر، وممكن ده يكون نابع من ثقه لعيبه منتخب مصر في لعيب كبير زي محمد صلاح، اللي حسيت والله اعلم احساس كده حسيته وانا قاعد بتفرج على المباراه، تشعر كده انه متاثر نفسيا بخسارته لجائزه احسن لاعب في العالم واللي فاز بيها ليفاندوفسكي. لكن في بعض حاجات مش محتاجه يا جماعه، ده في كوره عمر كمال عبد الواحد الراجل عنده فدان، مش هقول بقى مساحه فاضيه، فدان، والراجل جاي بسرعته لو اتحطت له على الارض وكملنا، كان اعتقد كان تريزيجيه لو اتحطت لعمر كمال عبد الواحد وهو راح كمل عشان ياخد العرضيه، هنشكل هجمه في منتهى الخطوره، لان عمر كمال عبد الواحد معاه مساحه كبيره. بدل ما نسلم عمر كمال عبد الواحد اللي جاي من ورا، اتحطت لصلاح اللي متضايق عليه اصلا بمدافع او مضغوط عليه، واول لما صلاح استلم نظرا انه مضغوط عليه بدا يرجع لورا عشان يبدا يشوف هيلعب لمين، وبعدين طولت منه وبدات واتقطعت وتحولت الهجمه من لينا الى هجمه علينا. خسرنا جريه عمر، خسرنا ان احنا ناخد القرار الصح، خسرنا ان احنا نكسب كوره عرضيه. تاني عندنا ثقه كبيره في محمد صلاح انه قادر يصنع الفارق، لكن هو مش متوفق، فالصح لازم يتعمل، دي من وجهة نظري الشخصيه.